دم 21 عصام وينه؟ وينك ابو انصار؟ عصام انتبه لحالك. ابو ضاوي ايش على الانسان وين؟ صار زمان مش لعبه يا عصام انزل. عصام يعني انه صاحبي ومعز صديقي لي وبحبه يعني وهي ومرات بيجي بنبسط معي بنقعد بنمزح وهي انه بده يقدر يحاول ينسيني كل شي صار معي وهي انه عشان انه ما اتأثر وهي احسن ما ابكي بحالي وهي انه بدي يحاول يساعدني ينسيني كل شي انه بدي احاول انساه ما بقدر بس انا بدي احاول انساه. وقت مثل ما اسمع الطيران الحربي بقوم بقول لاهلي يلا تعال نطلع نروح وين نقعد عند عمتي عزيزة على قريب الملجأ عشان بس لما يصير حرب بننزل على الملجأ. مثلا بشوف مثلا ولد صغير تقوس ببطنه وهاي انه بعرضه بيرجون اياه بطلعك فيه بزعله بس لأبكي ومرات بحس انه انا باجي بقدرش اطلع خاص بطفش التلفزيون. بدي اشتغل شغلة كمبيوترات عشان برجع من الطيارة بشغلها على الكمبيوتر. والله هيك في منهم طيارات على الكمبيوترات اذا امكن ما العشوة على الكمبيوتر على الجهاز. انا اكون ذكي وابوي ذكي ومنعرف بالكنهيب العنقودية شو احنا بس لما ربنا عليهن ولا عرفنا بشي فجروا فينا عيب رحنا صدايا يعني دعسنا على الكنابة والكنابة شو سوت ما هي علقت وين بالدولاب هي احنا هي عم تفتل وين علقت فوق يم ما هي بدها 3 ثواني يم ما جدت تفع بدها 3 ثواني ما فتح الدولاب فجرت وين فوق انا راح اجري هاي يعني اجري معلقين تعليق كانوا لو عارفين انه في كنابة بنرجع. انه بس لما رحت المستشفى عادي واعي انه بحكي معه بس شو ما حعرف ان انا نايم ومغمض عيني وهي والله عم بحكي معنا عادي. يما بدي لحق فيه بكونوا هن حاطين علي نرسات وهاي يما بكون هيك كفايه انا عرفت انه عم بدقوني اوبر وغايب عن الوعي بس شو قلت انا تحولت على الاوبر انه شو صرت انه خلت مفعول عليها انه شو زي المخدرات حسبتها انه تعودت عليها بس لما رحت على المستشفى وين الجامعه الامريكانيه انا فايق عادي بس شو كنت اتوجع شوي قال اجيبوا لي دقوني ابره انا بدي ابره انا بدي ابره الديميرول اخ اذا بتجعل بدي ابره الديميرول دقوني ابره انه بس لما انا بس لما كنت اروح المدرسه زمان كانوا عادي يحبون الاولاد بس لما رحت كل الاولاد الكبار ولا الصغار صاروا يقولوا لي انه الحرم اجري مقطعين وهي عم بقول لهم انه اصلا كل واحد لو صار هيك فيه الله كتب له يعني اكتر صاحب الي بعزه هو عصام يعني بموت انا وعصام مندخن انا وعصام بالسر بالحرب طلع لحاله راكب من هون على جبل عامر او قعد شي شهر وانا صرت ودونا على الجامعه
الأمريكانية. هو سمع هيك شو سوى؟ مسك المصاري وين طلع بيروت وبالرجعة شو كان معي شوية مصاري من طنيان الصحفية طنيان روح قلت له روح روح فين خلاص أحسن ما تضلك تعال أصحاب وصص وما بس لما هو يمرض وراح لعنده عايز صحبة لورا لورا ايدك هديها ب استاذ الكمانجا يعني بحبه كتير هو يعني ما بيقدر يشوف بس شو فهمان وبفهم ويعني غسل عينه بحبه كتير كتير قد الدنيا كلها وكمان بس لما يعزف بزعل انا لانه عازف يعني بزعل انه بحس بالوجع وهي وصلت يعني مثلا بتأثر بالعالم وبتأثر بحالي وصلت وقت ما حطيت الأطراف أول مرة إنه كنت متوقع إنه ما أقدر أمشي شالي ولا أقدر أتحرك فين بس لما لبست إياها قال لي حاول أمشي شاد جد أمشي رحت ما وقع رجعت مشيت عادي يعني صرت استعادي الحمد لله أنا دكتور سنجر لازم تضلك لبسين عطول إنه من الصبح للمغرب المغرب بس لما تنام بتشلحها بتحط راسك وبتنام بس لما تقوم الصبح بتلبسين وبتقوم بتطلع إنه مثلا أمراض بلبسين بحس بالسياخ أمراض بحس بالوجع عم بشده بس وأمراض بحس بهاي إنه عم تخبط بالعدم بس شو أنا بسوي بحاول إنه أمشي وهاي عشان شو أغلب الوجع مش هو الوجع يغلبني إنه مثلاً أنا عم نلعب أنا ويا مصارعة يعني يغلبني أن يقعدوا يضحكوا علي العالم أنا شو بدي أسوي أطلع عليه أنا أغلبه وهاي إنه مثل الوجع يغلبني بس أنا هيك عم بسوي وإس أملاط بغلبه بطرية عادي أنا وياك وزنة طويلة جميلة بن عمي قتلني ماشي يا عصام هاي أول تكملة باص ننزل عنين تسوى 1102 1020 جنيه هذا سوى شو فيه؟